هون اليونيفرس اوف ديسكورس تبع هذا الفيربل. خلينا ناخذ الدي ديرتنس، هاي اللينغويستيك فيربل. اللينغويستيك فاليوز تبعته سمول وميديوم ولارج. فالسمول ما فيش لانه ما في شيء ثاني، اذا ما وضح لي شيء ثاني بدي افترض انه خط مستقيم واصل بينهم، فراح يكون عندي هاي زيرو وهي اليونيفرس اوف ديسكورس تبعه من 0 ل 150 اللي هو كابيتال اكس. راح افترض انه عندي هذول A، فراح يكون عندي هذا يبدا من 0، هذه 1 هون، وخلينا ناخذ 50 نفترض تقريبا 50 هون و100 هون 150 هون، راح يكون عندي هذا هون وهذا راح اسميه A1. اوكي، ما بقدر افترض شيء ثاني اذا ما حكى لي. بعدين بناخذ الثاني، هلا هذا A1 اللي هو كمية الديرت قليلة، بعدين عندي راح ياخذ من 0 ل 100. هلا هون نفس الشيء هو مش ذاكرها، بس هي ضمنيا مفهومة لازم يكون في فاليو 50، فعند 50 راح يكون 1، راح ينزل هذا هون وهذا هون، وهذا راح اسميه الست، ست A2، والست A2 هي ميديوم، وبعدين عندي ست A3 راح يكون 50 150. هذا انا قصدي دكتور انه هذا كيف عرفت انه هذا خط مستقيم؟ راح يكون ميك سنس انه اكثر لو كانت بين الصفر وال50 اللي هي اول انترفال هذه السمول، انه كانت واحد عند ال25 زي ما عملنا في ماشي. بس ما هو المشكله بصير عندك مجموعه هذول مش واحد راح يصيروا، ايش بدك تعمل؟ بدك تنزل هذه هون ل 25، بس ما هو لو انه 25 فاليو لا لو 25 فاليو كان ذكره هون 25. لا انا قصدي اول مثلث بدل ما يكون خط مستقيم انه يكون مثلث من الصفر لل 50 عند الواحد. يكون قصدك عند ال 25 هون بالضبط. ايوه هيك، وقصدك هذا يكون هيك وهذا يكون هيك. الخط الثاني نازل كمان، بس ما هو هذا الخط لازم ينزل هون ل 25، ولو انه نزل كان المفروض يحط لك هون 25 عشان يضل مجموعهم واحد. عشان يضل مجموعهم واحد. هلا ما بعرف يمكن كلامك اصح، بس انا بتوقع من اللي موجود هون اي ثينك انه الخط السوليد هو الصحيح، بس ممكن كلامك صحيح. نعم تفضل دكتور. الهيبل انا كنت حاكم عليه بي سي نات بي سي صح؟ طيب بس هو ممكن يكون 0.5 نات بي سي و 0.5 بي سي، بجد مكتوب الحكي هذا بس محطوط ام، محطوط ام مش في ام عندك كمان؟ مش هيك قصدك؟ يعني هو هلا برسم، هلا بنرسم الممبر شيب فانكشنز نفس زي هذيك زي ما رسمنا. يعني ممكن ما يكون بيور جريسي ولا بيور نوت جريسي، في ميديوم، في ميديوم. هلا بس ارسمها يمكن توضح. بين النوت جريسي بين الميديوم. تمام. مش هذا هو الغايه من فوزي انه انا هلا رح نرسمها، هلا رح تشوفها، وانت رح تعطيني فاريبل ورح اطلع لك الممبر شيب تبعته، هلا بتشوف. مظبوط كلامك مظبوط، ما فيش مشكله، هلا بتشوف. ماشي هذه واضحه، رح امشي امحي هاي تبعت احمد سمير، انا فاهم كلامك شو بتقصد. بس هو اللي من هون من الانتربريتيشن تبعته هذا كانه هو قصده. اوكي هي صار عندي 3 ممبر شيبس، هي واضح من هون في كل واحده مجموعه من هذول واحد مظبوط، وهون كله مجموعهم واحد وهون صار واحد، واذا كانه اكثر من 100 من 100 ل 150 خلص صار الممبر شيب تبعته في A3، و A3 اللي هي لارج مش هيك L. اوكي هي الممبر شيب وهي المابينج فانكشن، هذه المابينج فانكشن عمالها بتعمل مابينج X، هذه بنسميها نيو A of small x such that it maps the uniform universe of this course x الى الفتره من 0 ل 1. هذا تعريف للفانكشن هذه. عندي a1 a2 a3 اوكي ماشي. هاي ايش معناها رياضيا؟ معناها عندي membership function mu a such that it maps universe of this course. هذه فتره على فكره مش set. بالكريسب شو راح تكون لو انها كريسب؟ تكون set فيها 0 و1، بس هذه مش ست، هذه فترة. فالفاليو ممكن ياخذ اني فاليو فروم 0 تو 1، وهذا اللي حاصل هون، عم باخذ اني فاليو من 0 ل 1. ناخذ الثاني اللي هي اللينغويستيك فاريبل اللي هو تايب اوف ديرت. تايب اوف ديرت نفس الشيء راح نعمله، راح اعرف هذا الفاريبل، خلي هذا اكس 1 اذا بدك وسمي هذا اكس 2، او خلي هذا اكس وهذا راح نسميه واي. فاليونيفرس اوف ذيس كورس هون واي بالحاله هاي، وهذا هو التايب اوف ديرت تي دي. وعندي نفس الشيء اليونيفرس اوف ديسكورس من 0 ل 150 بنفس الطريقه، راح نحط هون 100 وهون 50. هلا عندي 0 ل 50 بتشبه ال 0 ل 50 الموجوده هون، فراح تنزل هذه من 0 ل 50، هذه 1 وهذه 0، وهي راح اسميها بي 1 الممبر شيب الست بي 1 واللي هي نوت جريسي ان جي مظبوط. بعدين عندي نفس الشيء من 0 ل 100، فهذه هون 50 وهذه 100، فراح تكون عندي هذه
هيك، وهي اللي هي الست بي 2 اللي هي ميديم، وبعدين عندي الاخيره راح تكون هون اللي هي جريسي، وهي الست بي 3 جريسي. اوكي ماشي، هذا هيك بجاوب سؤالك. هلا انت ما اجيت قلت لي لو كان مثلا هو 25 25 راح يكون نص الممبرشيب تبعته في بي 1 ونص الممبرشيب تبعته في بي 2 وراح يكون كونتينيوس من هون. طيب بس بالتابل انا عبرت عن الشغله هاي، بالتابل انا ما اضفت اوكي ما عبرتش ايش، انه هو ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك، يعني التابل كان بحكي لي عن جزء بس مش عن المنبر شيب فانكشنز تبعه. ممتاز. هلا مثلا افرض انت عندك هاي 25 السنسر قاسها حس انه الجريسينس تبعته 25، ال 25 عملت لها فازيفيكيشن، شو صارت هون؟ نص ان جي ونص ام. لما تيجي على الرولز الان راح تعمل فايرنج للرول، مثلا خليني افترض انه كان عندي خلينا عشان نسهل حالنا نفترض انه هذا A3 فاللي هو ايش التايب اوف ديرت؟ لارج، مش هيك سميناه احنا لارج ال مش هيك؟ خلينا نفترض انه التايب اوف ديرت لارج ثبتته، فنفترض انه عندي لارج الممبر شيب تبعته واحد، والتايب اوف جريس يعني هذا دي، تي دي الممبر شيب تبعته 0.5 في نوت جريسي و 0.5 في ميديوم، مضبوط مش هيك؟ ثبت هذول الفاريبلز هلا بذهنك وتطلع مين الرولز اللي بتهمني؟ تو رولز مش رول واحده. ايش الرولز اللي بتهمني؟ اللي هي اف الديرت لارج والتايب اوف ديرت نوت جريسي، هي رول، والثانيه اف ديرت لارج والتايب اوف جريس ميديوم. بدك تروح على التو رولز هذول، هذا بجاوب سؤالك مش هيك؟ والتو رولز راح يعملوا فارين، بس راح يعملوا فارين مقدار قديش؟ نص ونص. فاذا بنيجي بنطلع الان هون هلا خلينا نعمل هايلايت للرولز اللي الريليفنت عندنا هون. احنا قلنا عندنا هذا ال، فعندي ال هاي والال هاي، اذا هاي واحده من الرولز اللي بتهمنا مزبوط، لانه هاي الرول بتقول هاي اول رول بتهمني، هاي الرول بتقول انه quantity of dirt if quantity of dirt is large and type of dirt is not greasy then الwash time L مش هيك. لكن كمان في رول تاني بتهمنا اللي هي اذا كان large بس كان medium مزبوط، اللي هي هاي الحالة هاي الاثنتين ممكن يكون مختلف. هلا رح يعطيني واحدة منهم contribution وواحدة contribution تاني. هلا المرحله اللي بعدها بدي اعمل اجريجيشن لهدول، بدي اخذ من هاي واخذ من هاي واحدد شو الاوت، تجمعهم راح يعطينا نفس الاوت. التجميع هلا راح يعطيني شيء جديد، وهذا الشيء الجديد راح اعمل له ديفازيفيكيشن شوي شوي، هلا بنمشي فيهم خطوه خطوه. بس المهم انك تعرف بالكريسب كم رول كانت راح تعمل فايرنج؟ واحده. بالفازي كم رول عملت فايرنج هون؟ ولو كان عندي الكوانتيتي اوف ديرت مش كريسب زي ما هي هون، لو كانت فازي كم رول راح تعمل فايرنج عندي؟ أربعة. اوكي لو كانت هذه من هون، لو كانت عندي الكوانتيتي اوف ديرت ما كانت لارج، كانت نص لارج ونص ميديوم، صار عندي اربع رولز، بدي افتش على اربع رولز. في رول اللي بتقول لارج ونوت جريسي، في رول بتقول لارج وميديوم، في رول بتقول ميديوم ونوت جريسي، وفي رول بتقول ميديوم وميديوم. اربع رولز راح اعمل فايرنج للاربع رولز، بس طبعا هلا بكوانتيتي اقل راح يصيروا كلهم، بعدين بدي اعمل اجريجيشن. اوكي ماشي.